عسلامة ومرحبا بكم بحذنا في الكوجينة في شهر سيدي رمضان. ندلوكم باللي غسات معايا اليوم الشيف امين. شيف امين مرحبا بيك. بيك ملاك عايش. احكي لي باش نعملو اليوم؟ باش نعملو دي فيغين ريفيزيتي ا باز دو كريمة لوز ومعها اوراق صمصم مشخشخين، اوراق ملصوقه معناتها مشخشخين بالمانيه كروكونت، باش نشوفوا ان تكستور مزيانه. انا باش نعملو ديسير اللي هو الباز نتاعو ورقه الملصوقه، باش نشوفوها على طريقه جديده، باش نذوبوا شويه جولدينا قصيناها ديجا وراك الملصوقه قصيناها كيما هكا، باش نذوبوا شويه جولدينا، باش نعملوا كريمه اباز دو براليني اموند واللوز، وباش نشوفوا كيفاش باش نقدموها على طريقه جديده. كل شيء في اقل من نصيف ساعه باش يعمل لنا شيف امين ان فري ديسير اكسبسيونيل. ذقته قبل حاجه بنينه ياسر. شيف نخليك جوست ذوب الجولدينا اونتر تون مفيده. مرحبا بيك لاباس. كيس دو فور يغدو يافوار جو. ميسالش ميسالش، نضحك انت تضحك وانا نضحك معاك. شيخني بضحك. باهي باش نعمل مقرونه. مقرونه بالكلامار، ما نجمش نستنى لحظه. مقرونه بالكلامار وبالكلامار فارسي. اي بجلبانه، بصل، معدنوس، كابيت كروفيت. اليوم سيت اون جورني مير. باهي اوكي. دونك مقرونه بالكلامار الفارسي، وباش نعملوا سلايطه تونسيه. تونسيه فقوس، طماطم، بصل، نعناع، عصفور، طن، تفاحه. تفاحه، شويه زيتون. شوفوا كيفاش سلايطنا احنا التوانسه اللي نحبوهم، كيف نجموا نزيدوا مكون صغير ونوليو نعملوا حاجه بنينه ياسر وتخرج على العاده وفرشكه في رمضان. وتهضم الماكله. تهضم الماكله. نبدا يوم لا شعل الغاز. اي هاني باش نشعل لك الغاز. اونتر تون باش نعملوا دونك الكلامار المحشي نتاعنا. هيت عليك شويه زيت نجمه بيان سور ديو بلوس. فوالا هوب كميه باهيه. كميه هايله باش نحط ساعه طماطم نتاعي تطيب على روحها. هذيك ماهيش طماطم راه. لا معناها الكومبوزيسيون. اي تحط البصل. البصل. الكومبوزيسيون تاع الطماطم فهمت. تحب العرب يقول لك سنتي عامله فيا. لطف عليك لطف عليك لطف عليك. معناها خليني رايضه تبدا تدكك. هكا الثوم والبصل. اي نحطوا الورقتين الرند نتاعنا. اي حتى ثلاثة. نحطوا توا الطماطم والهريسة نتاع سيكام بالطبيعة. خليني انا نتلهى بها الحكاية هذي. تعرف قداش الحكارة؟ هاني باش هاك انت باش تعطيني. باهي باش نعمل شوية مش برشا. ما رمضان ما نكثروش من الماكلة باهي لا واحد. باهي انا تعرفني نقلي وانت ما تقليش. عملنا تو جاي مليح. نقلي ولا ما نقليش؟ قلي قلي روحي قلي. قد ايه من مغرفة طماطم معجون؟ انا نحطوا أربعة. أربعة أربعة مغارف هكا. أيوة واحد اثنين ثلاثة وأربعة. أربعة مغارف نتاع معجونة نتاع سيكار. مغيرفك الهريسة البنينة نتاع الكابون نتاع سيكار. ونبداو نطوحوا. الفلفل المهروش. هاي نحطو باش يحرحرها. التابل باش يجينا هابل. التابل بني. شوية فلفل زينة. راهو كل مرة هكاكا مغرفة نتاع قهوة ابوبخي. شوية ملح. زيد زيد شوية ملح زيد. شتيك الملح انا ما تشربش. اي خويا مغرومة بيه. ماني خاف على التونسيون. اي بيه. لطف عليك. وشوية فلفل اكحل. شايشة. انت هكاكا. انا اش باش نعمل؟ باش نقص كيبة البطاطا نتاعي. اي. على أربعة هكا خلي يزوز فيها الفيح. نرميوها. خليها تشم. باش نحط شوية جلبانة كعب. مش برشا. بنينة جلبانة في المقرونة، بنينة بنينة. تعطي هكا حلاوة وتعطي برشا بنة. نموت عليها الجلبانة في المقرونة. تبدا طايبة في الصوص. أي صوص دايغ نتاع مقرونة حطوا. توا أنا باش نعمل؟ شوية جلبانة وتذكر. باش نحضر الحشوم نتاع الكلامار نتاعي. يلا حبيبتي نمرق أنا ولا ما زلت؟ تحب تقلي قلي. شو نعمل لك أنا والله غلبة هذيا. ولا قلي على روحك حتى لي. باش ناخذوا نحطوا البصل نتاعنا. إيه دونك توا شحطيت ساعة سامح؟ حطيت سبناخ. سبناخ؟
مغسول ومريقل وكل شيء وبصل اعطيته شويه رغفه خفيفه. اش معناتها رغفه؟ رغفته في الميكرووند شويه باش نجم نحشي بالدي. عندي جلبانه اللي قعدت لي مليك اوكي باش نحط شويه ثوم. امين نطلب منك شويه ماء. ماء شويه ماء اي شويه ثوم اوكي هذايا البازه سي اي تو باش نفوحوا باش نغلو شويه فلفل مهروش. عبيها للاخر هذيك فلفل مهروش اي شويه تابل اي شي جي كابل شويه فلفل زينه كيما العصبين عرفت شويه فلفل اكحل وشويه ملح متكثرين في الملح نحط كثيره زيت لهنا مانيش باش نحط لا روز لا حتى شيء باش نعمل نجمو كان نحبو كان تحبو اي اما روز وقت يتحل مع المقرونه ما يجيش فوالا مش كيما مع الكسكسي باش نقصك السويبه تاع الكلامار اي باش نحطهم باش يبذر لي الحشو نتاعي اي شتيت هالغوسات نتاع اليوم يا مفيده ربي يفضلك وربي يخليك ليا يعيشك يا روحي يا غالب الفور ما تحضر وتغيب ساعات ربي يفضلكم انتوما يعطيكم وقت الطيب والله فهلا باش نزيد ندلل عليك في الماء هكايا توا باش نخلطوا الكل على كله وكان تحب تمشي بحدا امين انا باش نقعد نحشي عندي كعبه كروفيت اي هما كايبتين جوست باش يعطيو المطعم فهمت باش تكمل زيد تحط شويه كروفيت في وسط الحشو في الحشو اي نخلي كايبتين نحطهم مع السلطه هنا اي فريمون الماكله اللي نطيبوه في الكوجينه بصفه عامه هما اللي تاكلوه في الدار معناتها خلينا شويه كروفيت من هون لقينا شويه كروفيت في المرش نحطها في وسط الحشو نتاع الكلامات يا بات سوسي قاو كابتين نحطها نغنيو بها السلاط حطيت ياسر ماء اتو 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 تو يغلي تو يغلي تو يغلي مش مشكل موني نتبع فيك والله نتبع فيك عايش بنتي الغاليه فوالا انا تو باش نحشي انا باش نحط شويه نعناع اي 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 بنين النعناع دو مانيير جينيرال في فوالا وباش نحط شويه كمون باش يفوح لي الحوت من الداخل فهمت لك الكلامار يفوح ما تكثروش من الكمون خاطر فوالا دونك نعاود لكم عندنا الصوص نتاع المقرونه عملناها على الطريقه العاديه اش معناتها معناتها في الزيت قليله البصل والثوم وزدنا اربع مغارف معبين نتاع طماطم سيكام دوبل كونسونتري دو طماطم نتاع سيكام مغرفه هريسه من بعد حطينا ثلاثه ورقات رند كعبه بطاطا قصيناها ورميناها ومرقنا كل شيء مرقنا بالكدا مرقت بالكدا اليوم مرقنا بالكدا من الشيره الاخرى نحضروا في الكلامار الكلامار فيه السبناخ فيه البصل فيه الثوم فيه السويبع نتاع الكلامار فيه كعبه كروفيت مقصوصه جيدة في زيدة حطينا سامحني الجلبانة حطيناها في الصوص وحطيناها زيدة كيف كيف في الحشو ومن بعد لفه هو الفلفل المهروش التابل الملح الفلفل الأكحل الفلفل الأحمر شوية كمون صحيتك يا وشوية نعناع وتوا وكعبات الكروفيت قصيناهم زيدة كيف كيف جيدين جيش شوية تبقاو الحمى في مفاجأة هذيك فوالا وتوا باش نخليك تعمل الفخص نتاعك نتاع الكلامار اونتخ تون باش نجيب حداك يلي قصيت انا خديت ورقه الملصوقه قصيتها وليتها الكل وقصيتها بالمقص كيما شعاب الكنافه هكا فهمتني شقشقتها بشويه جولدينا باش ندخلها الطيب على ال 150 المستحسن على ال 150 مش اكثر باش تكون تقعد دوغي تكون كروكونت اكثر خاطر هي ديجا مش تتبل بالكريمه نحبوها تقعد كروكونت اكثر اونتخ تون باش نحضروا زادا كيف كيف الكريمه اللي باش نعملوها بالبخاليني اللي هو هذايا خليط متكون باش متكون البخاليني هذا البخاليني هذا فما زوز انواع نتاع بخاليني فما مثلا تنجم تقلي اللوز تقليه 20 25 دقيقه بعد ترحيه بالماكينه الاندوتروا هذيك اللي تهبطه لك زيت واضح ولا فما ميثود اخرى بروفيسيونيل اكثر نحطوا كيلو سكر عليه 300 غرام ماء يطيب لل 130 باهي يطيب لل 130 ومن بعد اللوز يبدا توري فيه 10 دقائق
نخلطوه عليه باش يتسكرك اللوز بياض هو، نقعدوا نحركوا لين يولي كراميل، من بعد نصبوه على تابي يبرد ونعديوه. لهنا نشوفوا كونه الجود تكون اقوى خاطر كراميليزي شويه، اون بليس في التكلفه يتكلف لنا اقل خاطر لهنا لمينا ماس نتاع زوز كيلو و300 كيلو لوز، دونك هنا التكلفه نلعبوا عليها اكثر. انا سينو نجموا زاد نلقاوها ما فما شكون يبيع لك يبيع فيهم ديجا حاضرين. واضح. دونك الريسيت نتاعنا سهله لا فرونسيز كريم باتيسيير لا فرونسيز. انا ديجا خذيت من لي باز نتاع الباتيسيري الريسيت هذيا وزدتها للبخاليني. دونك عندنا 500 غرام حليب ديليس نزيدوهم للبخاليني نتاع ديما نخدم انا بين ال 10% وال 20%. معناها انت واش تحب انت 100 غرام معناها بريسك 100 غرام لهنا على 500 نغليوهم باش يعملوا لانفيزيون ديجا الحليب يولي اموند. واضح ولا؟ اون باراليل نحطوا في بول كبيره هكا 6 جون دوف 6 اصفر نتاع ضم ومعاهم 125 غرام لهنا. اذا كان انت والبراليني اذا كان البراليني بالسكر تولي تحط حكايه 80 غرام سكر كانوا ما غير سكر كانوا ما غير سكر تحط 120 غرام سكر 120 غرام سكر ومعاهم 25 غرام بودرة كريم تاع فانواز سبيسيال باتيسيري هذيك تاع السبيسيال كريم باتيسيير. دونك نغليو الحليب والكريم داموند على على جهه الباتا موند على جهه ومام طون يل سوفي يغلي نصبوه الكل على باري هذيك المخلطه مع بعضها السكر وجون دوف وبودرة كريم وبعد غزو نطيبوهم على الغاز. يلا شيف انت تليها بالحليب وانا اونتر طون صب لي باقي لي زانغريديون كل مع بعضهم. فوالا ونخلطهم مليح مع بعضهم هكا. اي دونك بالفوي بودرة كريم يمليك وي جبتك يعيشك انا راني هو يدخل السيف وهنا مسبح لي بجبه والله ما راجبش نجيب جبنه زيد ولا فوطه بلوزه هاي فوالا. دونك نخلطوهم مع بعضهم هنا في بلاصه النشا لاحظوا كونه ديجا فما ريحه الفاني من المستحسن هي تجي حتى بالنشا تتعمل مي جوست بودره كريم فاني تعطي جو مع لامونت باش تعطينا جو بنينه. في صافي صافي الريسيت نتاعك شايف ظهرت فيها؟ ما تستحقش لا لا ريسيتات رمضان السنه كلهم ساهلين. تخي بيان شايف. جوست هذا يغلي. نحلوه مليح باش هكاك عندنا تبادل من النكهه نتاع الفاني واللوز البخاليني في الحليب باش نشيخ عليه الديسير يا مليك. وي نقول لك حاجه ريت له هذايا تختوخه حطوا فك الصوص تاع البخاليني فوالا يزيد يبنن لك فهمت فوالا وارمي كلاماريتك كلاماريتي كلاماريت هاكا عليه راني مرقت مليح باش هكاك يتيبوا انا نحبه راه كي يقعد يتيب في عقله الكلام اخر مش ليه ليه انا جيت وانا جاي لمسي على البلان طرافاي نتاعي نرجع لك هنا الريسيت هذه بالجون دوف تبن اكثر هي سونسيبل شويه باش نبداو واقفين ديما خاطر بالجون دوف فريمون تبعوها مليح اون بليس حتى في الصبر نتاعها ما تصبرش كيما الكريم باتيسير العاديه مي اون فان كونت ديما جون دوف اي حاجه مثلا كريم اوبور ولا كريم باتيسير ولا ديما العظم يزيد الجو يبنن اكثر سواء بالعظمه كامله ولا بالجون دوف هما ديجا حتى ليموس اباز دو بافاغوا اللي مخدومين بالجون دوف ديما تلقاهم ابن من ليموس اباز دو كاناج مونتي ولا كذا رميت اولا مازلت هاني دقيقه برك اللم تعرف اللم وتنرمي با سوسي عطا وناخو بخاطرك وما فيش عم يطيبوا راهو سكرتهم بالكوردون واي نصب لاباري كله مع بعض على هنا اوكي ما نخافش احسن طريقه هذيا باش نطيبوا بها اون كريم باتيسيير هي الطريقه اللي ورينا فيها الشيف ها
هكا ولا نرجعوا الباقي الكل ما يقعد شيء في الدجاج حتى الكريمه العربي رايتي بالطريقه هذه اما تخاف خاطر سيرتو مثلا كي يبدا مثلا سافه ما كريمه عربي ساعات تبدا بالفرينه والنشا والبنشا وحدها ولا فهمتني تخاف لا تصب يتسكر لك فميك هذه خاطر فيها جون دوف ديجا ليكيد هي ليكيد مع ليكيد ما تخوفش معناها فهمتني اون بليس انا ننصح ما تطيبوهاش على الاخر خليه قد ما تخليه لون للكريمه معناها ليكيد شويه قد ما بعد هي تبرد وتزيد طاقات كيما اللي من بعد تولي ان بو الاستيك شويه لهنا فما جون دوف ما يخليهاش تولي الاستيك علاش ساعات الكريمه مثلا الكريمه العاديه من غدوه كي تبرد ولا من بعد كي تبرد اخر ليل تولي بلاستيك شويه هذاك اللي فيه نتاع لا ميدون دونك اذا كان تزيدها انت شويه جولدينا فهمتني تولي اونكتيوز لهنا عندنا بالجون دوف هذاك علاش ما نخافوش منها ما نخافوش منها ونقعدوا هكاك بالفوين تبعوا فيها انا تارك كيفاش نعمل شيف كي تغليلي نحسب دقيقتين ونحيها عنا انت ولا تو مثلا لهنا مش تتحط في ديفيرين صغار دونك ماذا بيا تكون ليكيد شويه مش نصبها في الكاس اللي هزيته لي مقبلي بالماء هذاك نضيف بس في الماء شويه بيض اوب جست نكملوا نطيبوا هذه نستناو الاوراق الملصوقه نتاعنا يطيبوا زاد عندنا دي بسكويت هنا تحب تستعمل دي بسكويت اي حاجه كروكون عندك مثلا سابلي تحب اي جست هنا هكذا كل بوزه شوي ستيل نفس ستيل اما احنا عملنا ريفيزيتي في دي فيرين وزدنا عليها دي زاستيف فوالا هلا هذا هو هذه هي التكستور معنا الغلوه الاولى فينالمون شايف ديك غليت سي كو سي بون ونقعدوا ندوروا 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 بالفوي مش بمغرفه ولا بحاجه واو ظهر فيها الريحه على ما يشاء هنا تنجم تبدل في عود بخليني نوازيت بخليني امون طام بخليني نوازيت طام بخليني بيستاش كل واحد وكيفاش يريد الفاكهه اللي عندك اللي موجوده تنجم مثلا تعمل بخليني كاكوات وتزيدها كراميل بير سالي من اللوطه ديجا في لي ريسيت الجايين مش نشوفوا الكراميل بيرسالي كيفاش نعملوها باه دونك شيف دي سي بون حضرت هذه حضرت جيست نستنى الوراق هذيك ايتي مدام اي مدام انت عندك الكلامار نتاعك قاعدتي في عقل في عقل باه مريقل المقرونه في اخر دقيقه بالطبيعة المقرونه ديما ورده معانا واليوم خلينا لي بني اللي باش نعملوا بها الكلامار فخسي مقرونة حاجة بنينة ياسر بقالنا كان مش كامل نقصوا سلايطة كامل هذاك يتيب على روحه قاعد يتحمر الديسير في ال فان بلوتو اون بارتي من الديسير قاعدة تحمر في الفور دونك فاصل صغير ونتلقاو مقرونة بالكلامار اليوم عملنا بالكلامار فخسي المحشي البنينة الهيلة وحطينا فيها لاستوس اللي متفاهمين فيها انا وياك هي الجلبانه تزيدها اشطر في وسط الكلامار والبره نسكر عليها سكر عليها عشان ميسيش هذاك خليه باش ترخف بالسخانه اي والكمون استنى نجيك الكمون وين او جاي الكمون منين ها لا لا انا باش نحط انا شويه كمون اي باش زعما راهو بال ونعاودوا نسكروا هكا نسكروا عليها خليها بالسخانه باش الفلفل المقرونه الفلفل ما نحبوش فيها بالزبده المقرونه ورده بيان سور سي طابت طابت تو نتلهي بها تتلهي بها اي وباش نعمل السلاطه نتاعي اي باش نجبد كعبه ياغورت اي ديليس بالطبيعة ديليس وها باش ناخذ شويه قوطه زاده ميرسي ما شيري عندنا ثلاثه كعبات كرفيت مش برشا ثلاثة راهم مش طزينة القوطة هذيك هيلة 8% ماتيا غراس بنينة ياسر مجربتها قليت الكرفيت في شوية زبدة ديليس حطيت عليها شوية ثوم باش هكاك نزين بها سلايطة اوكي عزيزتي فهمتك وتوا انا جو في دغيسي ما تابل نخليك ملا كامل تاع الدغيساج نتاعك هكا مقرونتك مريقلة قهرتني بها الجبة قهرتني والله امين باه باش نعملوا المونتاج تاع لي فيغين نتاعنا لهنا نشوفوا اوراق الملصوقه ديجا كروكون او نحسهم ماروشين دونك نحطوا شويه من اللوطه ونزيدوا لي بسكوي ولا دي فروي سيك اللي عندنا ولا بسكوي ولا فيكيا اللي يحب باش نحطوا كريمه اللوز اوب
فيت هي كي البوزه مي شاده روحها اكثر صح. أيه. دونك عندنا هنا كالعاده توازن ما بين حاجه كريموز حاجه تتقرمش حاجه كروستيانت كروكانت عندنا كل شيء الحاجات البنين الكل نلعبوا على المونتاج ونلعبوا على التكستور واو اما ذي راهو ماذا بكم انا اون توكا نعطيكم نصيحه حضروا المكونات نتاعك الكل اما اعملوا الدريساج في اخر دقيقه باش هكاك يقعد تتقرمش ما تتبلش هي اوراق الملصوقه قد ما تطيبهم على نار طايحه قد ما يطلعوا لك يابسين اكثر فهمتني ويقعدوا ما يتبلوش هو شنو اللي باش يتبل سوى البسكوي هذا يتبل شويه يولي معناها اقل كروكونت من 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 الاوراق الملصوقه الطايبه دونك عاد تحط لي بالقدا الاوراق الملصوقه تريدكم ما يزيدوا فيهم مش انا نشاها معاك قاعده راه مفيده سافا وي شيري قاعد نحضر في السلايطه نقص في الفقوس اللي تي قصيت بيديتي حطيته في البول هاني بشويه بشويه المغرب مزيان هنا المنظر يبان حاجه اخرى ديفيرونت على هذا ناخذوا شوش الورد شوش الورد نتاعنا جست بول ديكور تري تري بيان نحبوا نحطوا شويه شحور من فوق انا ما نحبتش باش ما تزيدش تحلى اكثر دونك هذو هما لي ديسان تاعنا جست يعطيك الصحة عايش نمشي ظهالي نعاون صاحبتي الغالية يعيش قل لي هذيا نخلط نبدا نخلط برا خلط بسم الله ندلل عليك اونكور اون فوا يا يميني فضلك كان عندك لوش بصح على حساب باش تقول جيب الماء يزينا من الماء لا لا لوش لوش هكا هاو ميرسي تفضلي واو 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 سلطه تونسيه ريفيزيتي بالتفاح تهضم دونك احكي لنا لو طون اللي انا هكا قصيت الفقوس اللي تو الطماطم باش نقص شويه بصل شيخها بالصوص لا لا ما تخافش هكاك بالشيخة هاني نعمل عليها على برشا مرات تخافش ما تخافش ما تخافش ليه ما خافش معك انت مش خايفة شوية بصل عنا توا باش نحط شوية زيتون باش نقص التفيفحة التفيفحة هذيك اي تفيحة هو التفيح يهضم راهو وانا الحقيقة ملي وليت سلطة تونسية معناها الفقوس وطماطم وبصل ونزيدوا التفاح ملي جي ديكوفير لاستوس هذيا حياتي تبدلت موت عليها وليت بنينة بنينة حتى وقت يجيو باش يتسحروا ينجموا ياكلوا شوية سلاكة فهمت واو واو يا بنتي مقرونة عملناها صحة مش تعمل الكيف برك بلا هكايا مريقلي أنا توا أوب وريتكم كاسة كعبات كروفيت راهي الحكاية الكل تي الكل في الكل هما خمسة كانوا فوالا باش نقص لي كروفيت أون بتيت روندات هكايا نستحضوا على مكتوبنا ومصروفنا خمسة زوز مشاو في وسط الكلام ريت فوالا صحيتك خمسة وخميسة علينا اليوم نهار ميغ فوالا هكا هو توا في المقلة هذي شنعملوا؟ والله ما نعرف واه يا بنيتي انا اسمع نوريوكم نارنا للعباد علمتك انا راني شيخه توا بال شنعملوا في المقله هذيا باش ناخذوا شويه ثوم اوكي شويه زيت زيتونه اي فوالا متاخد شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه بابي ليلا شويه بابي ليلا هو الكل هو اللي ينظف ينحينا العوار تاع الكوجينه
فهمتني؟ باش نحط فتيتة كمون في السلطة، فتيتة. Pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est une journée mère qui ne nous coûte pas très très cher. Ok? Oui, oui. Ben, je vais aller à l'yaourt. Oui. Je vais aller à l'yaourt. Je vais aller à l'yaourt. Voilà. L'yaourt, délice nature. Bête bien. Bête bien. Les nahis alina. Délice. Hop. Je vais mettre un peu. Moi, on a que le. الصوص اللوطه تاع الكروفيت خليك تبرك شويه باش ناخو امين ما تمسش ها جست نب يعاون يعاون يا بي شويه شويه قارص اي هذا ما في ها هوب لا لا سافا سي بون شويه قارص انا السلاطه ما فوحيش اخر دقيقه وقت يقعدوا على الطاوله يفوحوها ويرجوها باش ما تترخص من هنا لاذن المغرب فهمتك دونك نحطوها دون ان بتي بول اكوتي لي تي بو لا ميت ديسو تي فو تي فو دون والله ماذا بيا على بول اكوتي حتى حتى انا يا ربي ما صعبي لي رمضان السنه يا ربي ها البول نتاعك والقوطه ها دقيقه القوطه عطي الطاوله القوطه باش نحطها غادي اي قوطه تنجم تحطها معنا يا ميمتي كان جد حميتك كان جد حميتك راه يصير فيك والله باهي شو محليها الصوص توا باش ناخذو نحط الطرف قوطه هكايا اي طريفيت 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 نتاع الكمون ونتاع الكلامار ونتاع ما تقولوش في السلاطه ما يجيش كمون يجي الكمون في السلاطه فوالا والله تشاهي وقتاش ياذن يا جماعه مقيط راه مقيط جعت ايه